600 يوم على التسجيل، لكن كونان والانطلاقات مرتفعة بعد نتيجة الفوز من أمام الفيحة، تصطدم بالنصر وفي مرسول بارك أوفر غونزاليس. تكلم عن عارف حيدر، تكلم عن الجهة اليمنى اللي يضغط فيها اللاعب، يجد كثير من الدعم من زملائه من أجل جوستافو. تمريرة جميلة باتجاه كونان الإفواري، عرضية راسيو. نشوف مارتن أنجا السويسري أول بأول، السويسري أول بأول، الكرة تعود على طول باتجاه سامي للوحدة، وقبل ذلك للهلال حينما حقق دوري أبطال أوروبا مع برشلونة بيب غوارديولا في 2009. لكن شوفوا النقلات، شوفوا النصر في بداية سمو. البقية خسائر بالنسبة للعدالة، يأتي ليحل ضيفا جوستافو إلى كونان الإفواري، عرضية خطيرة. يشاهد النصر وهو يتقدم بهدفين، كونان وصل إلى الأسيست. تلسكا، شوف تلسكا وضع كونان في المساحة، جوستافو يا الله. وأبو بكر وقت واحد في شوط واحد، أي نصر هذا؟ شوف كونان، شوف العرضية، جديد في عالم كرة القدم. لكن هو كان يرى، لكن فينسنت يبقى لاعب مهم وأساسي في تشكيلة المنتخب الكاميروني، والكاميرون تنتظر أيضا مشاركة مهمة في مونديال قطر. كونان بالرأس، لأن عنده 3 أهداف في شباك العدالة. أكثر لاعب نصراوي تسجيلا في العدالة هو جوليانو. الكرة إلى كونان، التغطية الدفاعية، عبد الله خيبري. حلو النصر، شكل النصر الممتع الجميل. عرض منذ أن سجل أيمن الهدف الأول، شفنا شبه. على الجانب الآخر كان في تغييرين للسيد يوسف مناعي، وتشكيلة العدالة بمياتوفيتش في حراسة المرمى. شوف الله الله الله، يسجل الهدف الأول، يسجل الهدف الثاني، ويقترب من تسجيل شوط المباراة الأول منذ وصولنا إلى الهدف الثالث عبر أقدام فينسنت أبو بكر، وأصبحت المباراة ممتعين بصراحة. استمتع لما تكون الكرة ما بين أقدامه بيتي مارتينيز، لكن أرى بأن من سوء حظ بيتي ومن سوء حظ النصراوي أنهم لم يستمتعوا ببعض. إصابات 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 بالنسبة لكرة الآن إلى أبو بكر لسيد يوسف. عبد الله حضريتي، بينما كونان 3 أسيست. كرة إلى كونان، يعني كان اشبه بالأربعة 4-4-2 ممكن للسيد غارسيا. دائما دائما النصر بمن حضر، ودائما نحن خلف. صاحب ال 35 سنة، صاحب ال 35 سنة، هو من الأكبر سنا، يقضي ما تبقى منها فقط خارج منطقة الجزاء، ومن ثم ترفع الراية ويأتي التسلل. وهذه سقوط في أرضية الملعب، سقوط في أرضية الملعب بالتأكيد منذ حضوره مع النصر.